دعا بعض الناشطين من أبناء مدينة السويداء إلى وقفة احتجاجية تحت عنوان بدنا نعيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في المدينة. وتشهد المدينة العديد من حالات الخطف والتفجيرات وسط غياب لدور النظام في ضبط الأوضاع الأمنية. فما هو حال أهالي السويداء في هذه الأوضاع؟ هذا الموضوع رح يكون موضوع نقاشنا، ولكن بعد هذا التقرير. بدنا نعيش عنوان كاف لمعرفة ما وصلت إليه الأوضاع في مدينة السويداء. غلاء المعيشة بسبب انهيار الدولار وغياب الرقابة والحلول من قبل النظام دفعت الأهالي والناشطين إلى الدعوة للقيام بوقفة احتجاجية سلمية تعبيرا عن استيائهم من تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد التموينية في المدينة بشكل غير مسبوق، معتبرين أن هذه المسيرات السلمية حق يكفله الدستور السوري للسوريين جميعهم. بدنا نعيش ليست فقط دعوة للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية فحسب، وإنما على الأوضاع الأمنية المتردية بعد زيادة حوادث الخطف المتكررة مع انفلات أمني كبير وانتشار واسع للعصابات في ظل اتهامات موجهة لنظام الأسد بالوقوف وراء هذه العصابات أو السماح بتدهور الأوضاع الأمنية في الآونة الأخيرة، ناهيك عن التفجيرات التي باتت تؤرق الأهالي. النظام كعادته يغرد في واد آخر غير وادي الأهالي، إذ ذكر عبر وكالة أنبائه سانا أن مدينة السويداء شهدت ارتفاعاً في وتيرة الحركة الاستثمارية السياحية خلال العام الماضي، مما يجعله يتحرك خطوة لافتتاح مشروعات سياحية بداية العام الجاري تصل تكلفتها إلى 900 مليون ليرة سورية، متناسياً ما يحصل في المدينة من غلاء في المعيشة وتدهور أمني. بدنا نعيش عبارة بات يطلقها غالبية السوريين، فمن يستجيب لمحنتهم المستمرة منذ 9 سنوات إلى الآن؟ بدي رحب باللي انضمونا عبر البث المباشر على الفيسبوك. يا ريت شاركونا بسؤال تفاعلي لحلقة اليوم، كيف هي الأوضاع الخدمية والمعيشية في مدينة السويداء؟ هذا سؤال موجود على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. نعم، أنا بدوري بدي رحب بضيوفنا حيشاركونا بنقاشنا لليوم، مالك أبو خير مدير مؤسسة أنا إنسان، وأيضا فاضل نوفر مدير تحرير حال البلد، وأيضا الصحفي مجد رستن. أهلا وسهلا فيكم بداية. أهلا بكم جميعا. أستاذ فاضل رح أبدأ معك دعوة أستاذ فاضل أنت معنا؟ نعم سينضم إلينا لاحقاً. أستاذ مالك مساء الخير. النظام نشر خبر الاحتجاج طبعاً اللي شفناه بالتقرير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تجمع لبضع أشخاص، برأيك هل هذا استفزاز من قبل النظام؟ مساء الخير. هلا النظام او اعلام النظام نحن بنعرفه انه هو بيتعامل مع مدينة السويداء بطريقه فيها نوع من الحساسيه معها، ما بيحاول انه يستفزها، لكن بنفس الوقت ما بيحاول انه يغطي على اخباره مثل ما كان يعمل مع باقي المحافظات الاخرى. فاليوم وكاله سانا نزلت هذا الخبر، لكن هي خففت من حجمه او خلينا نقول استخفت بها بصرخه الناس الموجوده ضمن المحافظه. هل هي عاده اعلام النظام؟ نعم. هو فعليا كيف سارت الدعوة للاحتجاج تحت عنوان بدنا نعيش؟ هلا البداية بلشت من الناس جوات المدينة، مش بس بالسويداء، بكل المحافظات تابعة للنظام. الجوع، الغلاء، الفقر، الوضع المعيشي مخيف جدا. في عائلات عم تعرف ان تم الرفض الخدمة. نحن الناس اللي بنعرفهم جوات السويداء، مو بس بالسويداء، السويداء وبدرعا وبدمشق، صار في ناس نحن بنعرفهم حكوا معنا، قلنا نحن صرنا يعني اسبوع كامل عفوا ما دخل ربطه خبز على بيت، تخيل لوين يعني الوضع صار جوات المدينه، فهذا اجباري رح ينتج من الحركات. هلا ليش وكاله النظام نزلت الخبر؟ اولا السويداء معنا مش بس السويداء معش صارت هي بس مغطاه من قبل النظام اعلاميا، في كثير من الجهات صارت جوا عم تغطي المدينه، في وسائل التواصل الاجتماعي عم تنقل، في ناس جوات المدينه نفسها عم تطلع تكتب منشورات وبوستات تصرح بشكل واضح بانه الوضع 1-2. هذا الوضع ما فينا ان تيجي تتغافل عنه سانا، ولا فينا تستفز، بس بنفس الوقت هي بتستفز من خلال طريقه تناولها للخبر، يعني طريقه يعني مقززه صراحه في سميها. خلينا نشوف اوضاع اهلنا في السويداء مع مجد. مساء الخير لك مجد.
الخير. احكي لنا شوي عن حال الاسواق والبضائع في محافظه السويداء. مجد، يبدو انه فقدنا الاتصال بمجد. راح مسي عليك استاذ فاضل، مساء الخير لحضرتك. مساء الخير. هناك دعوه للاحتجاج اليوم بعنوان بدنا نعيش، كيف كانت اليوم؟ استاذ مالك، استاذ فاضل عم تسمعني؟ يبدو ايضا فقدنا الاتصال، رح ارجع لعند استاذ مالك. بذات السياق يعني اليوم شو اهلنا بمحافظه السويداء، شو هي مطالبهم لما طلعوا بهذا الاحتجاج، شو كانوا عم يحكوا؟ هلا انا اكيد ما فيني احكي باسم مطالبهم، لكن بنفس الوقت فيني اوضح صوره شو عم يصير. السويداء حاليا لما طلعت اليوم طلعت بشكل واضح، الاحتجاجات اللي طلعت واضح، واضح الكلام، احتجاجات ضد الوضع المعيشي الغالي في المدينة، ضد الغلاء، ضد الفقر الموجود فيها. لكن بنفس الوقت في عوامل عم تساعد على هذا، على هي الاحتجاجات انها تكبر، وهو الوضع الامني جوات المدينة، الفلاتان الأمنية، العصابات المحركة من قبل إيران حصرا، والأجهزة الإيرانية اللي عم تحركها جم ضمن المدينة، وهنا عددهم صغير ومعروف، معروف مين عم يجي عم يوجههم. بالإضافة عنا إلى موضوع المخدرات وتحريب المخدرات واستهداف أبناء المدينة وتحديدا جيل المراهقين في المدينة بالمخدرات، في عوامل كثير أصبحت موجودة، هيدا كلها لحتى تؤدي فيما بعد إلى غليان المدينة أكثر وأكثر. ما فيني أتنبأ، لكن مع أنه الموضوع وصل إلى معيشة الناس، أكل الناس، شرب الناس، فنحن متأكد من خلال الأيام القادمة لح يعلى الصوت أكثر وأكثر جوات المدينة. نعم. صحيح. رجع انضمنا الأستاذ فاضل، مساء الخير، عم تسمعنا؟ مساء الخير، مساء الخير، أنا عم. اليوم صدر دعوة للاحتجاج بعنوان بدنا نعيش، احكي لنا لو سمحت كيف سارت هذه الدعوة، عدد المشاركين، ما هي مطالبهم؟ هاي الدعوة يعني بالبداية لازم ننوه على انه هي مش أول دعوة بتصير بمحافظة السويداء للاحتجاج على تردي الوضع المعيشي بالمحافظة بشكل عام. سبق وصار في دعوات كثيرة، تجمهرت الناس، تظاهرت الناس، اعتصمت الناس، انما العدد للاسف يعني العدد ما تجاوز العشرات، سواء في محافظه السويداء او في مدينه شابا. هذا ما السبب؟ السبب برايك عدم المشاركه على نطاق واسع؟ السبب بعض الناس يعني متوهمه بموضوع حرب هذا النظام على الارهاب. مجرد ما يصير في دعوات للتظاهر او للاعتصام يعني حول غلاء الوضع المعيشي بالمحافظة، بصير في دعاية إعلامية عن تحركات لداعش، عن تحركات لبعض يعني اللي بسموهم مندسين والناس اللي جاي تخرب هذا هاي الاعتصام، وجاي تعمل يعني نوع من الخراب بالمحافظة. هذا خلي الناس احيانا تتردد بالمشاركه، غير عن انه الناس الى الان للاسف يعني ما اخذت دورها بشكل فعال، لانه تشكل حاله جماهيريه واسعه تقدر تضغط باتجاه تغيير الواقع المعيشي بمحافظه السويداء. عوضنا الاتصال مع مجد، مساء الخير مجد من جديد. مساء الخير. احكي لنا شوي عن حال الاسواق وايضا البضائع في محافظه السويداء. يعني بلا شك تشهد الأسواق في السويداء حالة من الركود المميز إن صح التعبير عن باقي المحافظات الثانية، فهي أكثر ركودا من باقي المحافظات، وهذا يعود لسببين. إذا أردنا مثلا على سبيل المثال مقارنتها بدمشق، معظم المنتجات في السويداء يزداد سعرها بنسبة 10 إلى 20% عن أسعارها في العاصمة، هذا بسبب أولا البعد عن العاصمة، يعني نتكلم هنا عن تحميل منتجات، تكلفة السفر، وأيضا تكلفة أتاوات المدفوعة من قبل التجار للحواجز، وبالتالي تصل هذه المنتجات إلى المواطن في السويداء مرتفعة بسعرها عن أسعار العاصمة. السبب الثاني هنالك شح في بعض المواد، لأن هنالك العديد من الموزعين يرفضون إرسال سياراتهم المحملة بالبضائع إلى محافظة السويداء خوفا من اختطافها بسبب الفلتان الأمني الذي تعاني منه أجزاء من المحافظة. هذه الأمور كلها تدفع إلى غلاء الأسعار
وشح بضائع بشكل أكبر عن باقي المحافظات السورية، وبالتالي يزداد الخناق على المواطن هنالك بشكل أكبر. نعم بشكل مضاعف. للأسف يمكن هي مشكلة إضافية تضاف على غلاء البضائع. أستاذ مالك، بالنسبة لوزارة التموين التابعة للنظام وتجاهلها للأوضاع، يعني ألا تسير دوريات تموين تقوم بمحاولة ضبط الأسعار في الشارع؟ هلا نحن ما بتوقع انه بعد فينا نقول انه جوات سوريا في دولة مؤسسات، نحن في فرق ما بين دولة عم تحكم بشكل امني وما بين دولة عم تقوم بدورها كمؤسساتي. سوريا فيها على مناطق تابعة لنا في حالة شلل كبير لدور المؤسسات فيها، كل المؤسسات وليس وزارة التموين. يعني المؤسسات اللي ممكن ان هي تعتبر تمارس دورها لحماية المواطن لرعاية المواطن، اغلب المناطق اللي هي او عفوا جميع المناطق اللي تابعه للنظام في حاله شلل لدورها. فمن المؤكد ان السويدة ما راح يكون لا في دوريات لا في ملاحقه. عمليا حاليا في تجار هن عم يتحكموا بكل وزارات الدوله. في اذا هي فوضى عامه في الاسواق بشكل عام كما تقول. هي مافيا عم تتحكم بكل شيء، عم تتحكم بالوزراء نفسهم. كل الوزارات هي اللي بتعطيهم الأوامر، هن اللي بتحركوا، وما حدا بيسترجع يحكي مع شيء. في مصالح عم تنشغل على الأرض والناس هي اللي عم تدفع الثمن. نعم مشاهدينا، خلينا نشوف سوا هذا الانفوجراف وبنرجع حتى نتابع حديثنا. أستاذ مجد رح أرجع لك، النظام يتحدث عن مشاريع سياحية في السويداء هذا العام، يعني برأيك شو هذا التناقض؟ يعني نحن عم نحكي عن فوضى، غلاء، الناس ما قادرة تأمن قوت يومها، ويتحدث النظام عن مشاريع استثمارية وسياحية. شو تعليقك؟ يعني في السويداء يعلم الجميع أنها مهملة سياحيا وخدماتيا، هذا ليس خلال هذه الفترة وإنما خلال الفترات الماضية قبل 2011 كانت السويداء تعاني من شح بالخدمات وخصوصا الخدمات السياحية. هنالك يعني حرمان بشكل مباشر وغير مباشر من، وهنالك قرار بشكل مباشر وغير مباشر بعدم تنميتها مثل باقي المناطق. الآن يتم الحديث عن أن هنالك مشاريع سياحية وهنالك مشاريع تنموية تهدف إلى تنمية المحافظة. أولا هذا الكلام هو الاستهلاك الإعلامي فقط، وثانيا إذا كان هنالك هذه المشاريع فإنها تستهدف فئة معينة من الناس وليس للصالح العام ككل. يعني كان أولى بمن أطلق هذه المشاريع لتنمية السويداء وقف دعم عصابات التشليح والخطف التي تزعزع من المحافظة، والجميع يعلم من يدعم هذه العصابات ومن يمولها، بدل الكلام عن إقامة مشاريع سياحية. ونحن خلال اليومين الماضيين شاهدنا الاحتجاجات التي حدثت في السويداء وهي أكبر دليل على الضغط. نعم مجد يبدو فقدنا الاتصال معك، راح انتقل لعندك استاذ مالك. يعني لاحظنا من خلال الانفوجراف اللي شفناه سوا ارتفاع بنسبه البطاله والفقر، كيف اليوم اهلنا عم يتعاملوا مع هذا الارتفاع يعني الرهيب في الاسعار؟
هلاق الارتفاع بالبطاله وبالفقر في السويد هذا من 40 سنه، من مش جديد يعني. اي نعم، المدينه محرومه من اي مشاريع اقتصاديه من 1907 من الحركه الصحيه وحتى هذا اليوم. كل المدينه ما فيها مصنعين تابعين للدوله، ومنع فيها بشكل مقصود اي مشاريع خاصه الا بتطلب غني. المدينه بتعتمد على فقط المغتربين او الموظفين، يعني المدينه حسب انا من 1970 حتى اليوم بتعتمد على ابناء المغتربين خارج او على الموجودين جوات المدينه موظفين. مصانع ما في، عامل ما في، مشاريع صغيره ومتوسطه ما في، ممنوع بقرار من الدوله. اذا يعني النظام يتعمد ذلك بهذا الموضوع. هلق النظام هو تعامل مع كل منطقه بسوريا بطريقته الخاصه، مدينه السويدة ما فيني يتعامل معها بطريقه عسكريه او بطريقه امنيه مباشره، فعقبها بهي الطريقه. فسحب البساط الاقتصادي من تحديدها من 1970 لليوم، المدينه تعاني فقر مخيف. يعني نحن قبل ما تبلش الثوره بسوريا كان فيك تفوتي بقرى كثير من السويدة ما فيها شباب، كل شبابها فنزويلا، بالامارات، بالخليج، كلهم مهاجر، يعني كل الناس عم تهاجر. حتى هلق في نسبه هجره من الشباب عم تطلع لبرا لثمن فرص عم. ممنوع بالمدينه انك تفتح مشروع. اذا انت عم تفتح مشروع بالمدينه يعني الا شوي تعتبر انت عميل للخارج. للاسف يعني هذا عم يصير. استاذ فاضل، يعني برايك خلينا نقيم هذه الاحتجاجات، هل يمكن ان تنعكس ايجابا على واقع الاهالي؟ هل يمكن ان تزداد؟ خاصه ان وسائل اعلام النظام همشت هذه الاحتجاجات. لا، تنعكس على الواقع الاجتماعي للمواطنين بهذا الشكل ما بعتقد، لانه كما قلت الاحتجاجات لم يتجاوز عدد المشاركين فيها العشرات. إنما لو تابعنا على شبكات التواصل الاجتماعي مثلا التي نقلت خبر هذه الاحتجاجات وجدنا آلاف التعليقات تدعو إلى تعزيز هذه الاحتجاجات، إلى المشاركة في هذه الاحتجاجات. يعني إذا ما قدرت الناس تأخذ دورها في تغيير هذا الواقع، مين بده يغير لها هذا الواقع؟ على الناس أن تعي بأن تغيير هذا الواقع مسؤوليتها، على الناس أن تنزل إلى الشارع، أن تطالب بحقوقها، هذه أبسط الحقوق، حق العيش، حق تأمين لقمة الخبز، تأمين العمل، هذا أبسط حقوق الإنسان. اليوم كل هذه الحقوق مفقودة في سوريا، يعني مواد غذائية كما تفضلوا الضيوف غالية جدا، مواد مفقودة، ما في غاز، ما في بنزين، ما في مازوت للتدفئة، للأسف يعني كل مقومات الحياة تفتقر لها محافظة السويداء. يعني كل هذه المقومات فعلا مفقودة في محافظة السويداء. الناس شو عم تستنى؟ هذا السؤال فعلا. إنه اليوم نازل الناس للطالب بأبسط حقوقها، للأسف تشوف إنه العدد قليل، ناس ما عم بتشارك، ناس شو عم تنتظر؟ هذا السؤال فعلا اللي بيدور بذهننا. يعني أكيد ما نتمنى يعني الحياة الكريمة لأهلنا بالسويداء، وأكيد كل مطالبهم تتحقق. من الشكر أكيد معنا فاضل نوفل مدير تحرير حال البلد، وأيضا مالك أبو خير مدير مؤسسة أنا إنسان، وأيضا الصحفي ماجد رسلان. شكرا لكم جميعا. مشاهدينا فاصل ورجعين.